السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كتبت نموذج أسئلة فيزياء للصف الأول المتوسط، الفصل الأول فقط، الشهر الأول. طبعا هذه أسئلة طلابي الإلكتروني الخصوصي، سويت لهم أسئلة الشهر الأول الفصل الأول، وحبيت أن أنشرها لكم متابعيني حتى تستفادون من عندها. يلا يا ماما، فيزياء والمتوسط الفصل الأول فقط الشهر الأول. سؤال الأول، عرف ما يأتي. خلينا نعرف وحدة وحدة. المادة موجودة بصفحة 7، أقول له هي كل شيء له كتلة وله حجم، بس هذا التعريف مالته. الخاصية الفيزيائية، هي خاصية للمادة يمكن ملاحظتها أو قياسها من دون تغيير في هوية المادة الأصلية. يعني هذا همات موجود بصفحة 7، المادة والخاصية الفيزيائية. نجي على الشد السطحي. تعريف الشد السطحي، هذا موجود الشد السطحي صفحة 10. الشد السطحي صفحة 10، أقول له هو قوة تؤثر في جزيئات السائل الموجودة على سطح السائل. اللزوجة همات بصفحة 10، هي خاصية السائل التي تجعل السائل يقاوم الانسياب. وإذا تريدون تكملون عادي، كلما زادت قوة التجاذب بين جزيئات السائل ازدادت لزوجته وغيرها. زين، نجي على اليمن على الحجم. الحجم موجود صفحة 12، هو مقدار الحيز الذي تشغله المادة في الكون، ولا يمكن لمادتين أن تشغل الحيز نفسه وفي الوقت نفسه. موجود صفحة 12 الحجم. زين، نجي على قانون بويل. هذا يقول لك ماذا ينص قانون بويل أو تعريف قانون بويل. أقول له صفحة طبعا 16، هذا صفحة 16، ينص على أن حجم كمية من الغاز تزداد عندما ينخفض الضغط المسلط عليه عند ثبوت درجة الحرارة. زين، نجي على اليمن على الكتلة. الكتلة موجود صفحة 18، هي كمية المادة الموجودة في الجسم. نجي على الكثافة. الكثافة هي كمية المادة الموجودة في حجم معين، والكثافة خاصية فيزيائية من خواص المادة تصف العلاقة بين كتلة الجسم وحجمه. طبعا الكثافة موجودة صفحة 19 والكتلة صفحة 18. نجي على اليمن، جهاز المكثاف. جهاز المكثاف موجود صفحة 22. أقول له هو جهاز يستخدم لقياس كثافة السوائل، ويتكون المكثاف من زجاج أسطواني ينتهي ببصلة انتفاخ بصلي مملوء بالرصاص. مملوء بما؟ بالرصاص. زين، نجي على البلازما. البلازما موجودة صفحة 11. تتميز المادة في حالة البلازما بأن لها جسيمات مشحونة كهربائيا ولا تحافظ على شكلها، ولها كمية هائلة من الطاقة، ويعد اللهب والبرق والشفق القطبي أمثلة عن حالة البلازما، كما أن الشمس والنجوم تكون في حالة البلازما أيضا. زين، هسه ننتقل إلى السؤال الثاني. ألف، خلصنا هسه التعاريف، هسه السؤال الثاني ألف. مسألة عدي، يقول لك ما حجم صندوق طوله 5 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر وارتفاعه 4 سنتيمتر. خلنا نكتب باللون الأحمر. يلا يا ماما، أقول حجم الصندوق، الحجم في تكعيب L في W في H. يلا عيني، أقول L يساوي لنا، قصدي V، V يساوي يعني الفي الحجم، L في هذه في W في H. زين، إيش قد الطول؟ في يساوي لنا الطول 5 سنتيمتر، في
العرض ايش قد؟ 3 سنتيمتر. يعني هذا الطول في الارتفاع، سوري الطول بالعرض بالارتفاع، والحجم 4 سنتيمتر. خلنا نكمل هنا، 5 في 3 15، في 4 20، سوري 60، 60 سنتيمتر تكعيب، هذا حجم الصندوق. ضربت 5 في 3 15، في 4 60. زين هسه يقول لك ما الفرق؟ هذا خلصنا السؤال الأول. يقول لك ما الفرق بين التغيرات الفيزيائية والتغيرات الكيميائية؟ هذا موجودة صفحة 8. تعرفون التغيرات الفيزيائية هي التغيرات التي تطرأ على بعض الخواص الفيزيائية للمادة، وتقولون شنو الأمثلة مثل انصهار الشمع، الثلج، ذوبان السكر، الملح في الماء. أما التغيرات الكيميائية هي التغيرات التي تطرأ على تركيب المواد، أي يحدث تغير في تركيب تلك المواد كحرق الخشب، حرق السكر، سوق البيض، تسوس الأسنان، وتعفن تغير لون قطع الفواكه. يلا يا ماما هسه نجي على هذه المسألة. هسه خلصت السؤال الأول ألف وباء، نجي على السؤال الثالث ألف. يقول لك وضع مفتاح في اسطوانة مدرجة تحتوي على 50 سنتيمتر تكعيب من الماء، فارتفع مستوى سطح الماء إلى 80 سنتيمتر تكعيب، ما حجم المفتاح؟ أقول V يساوي V2 ناقص V1. V يساوي جقد V2 80 ناقص 50، 80 سنتيمتر تكعيب ناقص 50 سنتيمتر تكعيب. V يساوي 80 ناقص 50 30 سنتيمتر تكعيب. هذا السؤال الثالث ألف. زين خلصنا الأول والثاني والسؤال الثالث ألف، نجي على السؤال الثالث باء. يقول عدد أنواع المواد الصلبة مع الشرح. عندنا مادة صلبة بلورية وغير بلورية، هذا خلنا أقولكم يا موجود صفحة 9. المادة الصلبة البلورية هي مواد تكون جزيئاتها مرتبة على وفق نمط محدد ومنتظم، من الأمثلة عليها الماس والجليد. أما المواد الصلبة الغير البلورية هي مواد تكون جزيئاتها غير مرتبة على وفق نمط محدد، أي شكل عشوائي، مثل الشمع والمطاط والزجاج. زين نجي على اليمن على سؤال الرابع ألف، مسألة عندي. نعم، صندوق من المياه في 12 قنينة، إذا كان حجم القنينة، إذا كان حجم القنينة الواحدة إيش قد؟ 500 مليمتر. احسب حجم الماء الكلي بوحدة مليلتر واللتر. صندوق من المي، فش أسوي أول مرة؟ صندوق من المياه 12 قنينة، ها عيني 12 قنينة، إذا كان حجم القنينة 500 مليمتر احسب حجم الماء. زين أنا شنو المجهول عندي؟ يريد حجم الماء الكلي بوحدة من؟ بوحدة المليلتر. فش أقول؟ أقول V يساوي V1 في 12، V1 في 12. زين احنا شو نقول؟ V يساوي ال 12. شوفوا احنا نسوي المرة اقول لازم حجم القنينة هو مطيني 500، والصندوق من المي 12 قنينة. اذا اقول الحجم الكلي، زين ليش احنا ما نقول نحول الواحد لتر الى الف ملي لتر؟ الواحد لتر يساوي لنا الف
ملي لتر. زين، ايش راح اسوي؟ في يساوي 6000. 6000 على يمن على 1000. زين لحظة خليكم وياي. طبعا اذا يروحن يصير 6. يلا زين، ارد اشوف من جت. تقول من جت 6000؟ احنا قلنا في يساوي في 1 في 12. زين احنا الفي 1 ايش قد؟ 500 في 12. في يساوي صفرين ينزله، 5 في 2 10، 5 في 1 5، 1 6. شوفوا شلون طلعته هذا. بعدين سويت، قلت كل واحد لتر يساوي 1000 ملي لتر، قسمت 6000 على 1000 يطلع لنا 6 لتر. يعني اول مره طلعون في يساوي في 1 في 12، في تطبقون على القانون، في 1 500 في 12 يطلع لكم 6000. بعدين يلا تحولون واحد لتر، انا حولت يلا، بس انتوا لازم تسوون منه هذا على راحتكم. يلا يعني يقول لك ما المعادلة المستعملة لحساب الكثافة؟ شنو المعادلة المستعملة لحساب الكثافة؟ يا هي المعادلة، عدي قانون وطبق. أقول بي يس هذا الكثافة مو بي، رو يساوي، رو يعني شوية هيك أوجة يحصير، مو بي أم يعني الكتلة على الحجم، الكتلة على الحجم. زين سؤال الخامس ألف، يقول قطعة ذهبية صلدة غير معروفة نقاوتها يعني نقاوة حجمها 110 سنتيمتر تكعيب وكتلتها 1800. زين يقول لك هذا نعم، يقول لك كتلتها كثافة الذهب النقي 19.3 غرام على سنتيمتر تكعيب. يقول هل هذه القطعة من الذهب الخالص؟ قطعة ذهبية صلدة نقاوتها حجمها 110، شو أقول؟ أقول الكثافة رو يساوي لنا أم على في؟ رو يساوي لنا إيش قد الكتلة؟ 1800 غرام. والحجم، الحجم مطيني 110 سنتيمتر تكعيب، رو يساوي لنا يطلع لكم 16.36 قسمة طويلة غرام على سنتيمتر تكعيب. هو إيش قايل؟ هل هذه القطعة من الذهب الخالص؟ شو أقول؟ أقول إن القطعة ليست من الذهب الخالص لأن كثافتها أقل من كثافة الذهب اللي مطينا إياه 19. أقول القطعة ليست من الذهب الخالص لأن كثافتها أقل من كثافة الذهب الخالص اللي يساوي 19.3 غرام على سنتيمتر تكعيب. زين خليها على الصفحة هذه. سؤال الخامس فرع باء، مكعب من الحديد كتلته 87.3 غرام وحجمه 9 سنتيمتر تكعيب، احسب كثافته. رو يساوي لنا ام على في. زين رو يساوي لنا الكتله 87.3 على غرام اللي هي 9. زين هنا راح اكمل أقول رو يساوي لنا هذه الفاصلة لما نحذفها أضيف صفر للمقام، يعني هنا 90 وهنا 873،
أقسمها قسمة طويلة، خليني أقسم لكم إياها قسمة طويلة. شوفوا 90 صارت هنا وثمانية سبعة ثلاثة. هاي ماما 87 تقسيم 90 ما بيها، ناخذ 873 تقسيم 90 بيها 9، 9 في 0 0، 9 في 9 81، 9 اي 81 3 6 زين، 63 تقسيم 90 اضيف 0 واخلي فاصلة فوق، ابيها 7 حصير 7 في 0 0، 7 في 9 63 0 0 0. اذا شي يساوي لنا ر يساوي لنا 9.7 غرام على سنتيمتر تكعيب. زين هسه اعتقد خلصت المسائل. تمام يلا السؤال السادس ألف علي ما يأتي. السوائل بطبيعتها يميل سطحها للانكماش، شقول أقول بسبب تعرض جزيئات جزيئاتها بسبب تعرض جزيئاتها الموجودة على السطح إلى قوة تجذبها نحو الأسفل. أعيد جواب النقطة الأولى، بسبب تعرض جزيئاتها الموجودة على السطح إلى قوة تجذبها نحو الأسفل. إن الشيء الوحيد الذي يتغير حين يسكب سائل في كأس زجاجي هو شكله، أقول لأن السائل يتخذ شكل الوعاء الذي يوضع فيه. تتصف الغازات بأنها لا تمتلك شكلا ثابتا ولا حجما ثابتا، لأن الغاز لأن الغاز ينتشر ليملأ المكان الذي يوجد فيه. زين 4 تكون كثافة المواد السائلة أقل من كثافة المواد الصلبة. طبعا بعد راح أكمل النقطة الثالثة، لأن الغاز ينتشر ليملأ المكان الذي يوجد به، ويتغير حجم الغاز بتغير درجة الحرارة والضغط. 4 تكون كثافة المواد السائلة أقل من كثافة المواد الصلبة، لأن جزيئات المادة السائلة متباعدة عن بعضها البعض أكثر من جزيئات من تباعد جزيئات المادة الصلبة. زين 5 يستخدم النحاس في صناعة الأسلاك الكهربائية، لأنه قابل للسحب وموصل جيد للتيار الكهربائي. زين يقول لك رتب با المواد التالية من المواد الأقل كثافة إلى الأعلى كثافة، النفط والحديد والماء. أول واحد منه نفط، خلنا أسوي بهذا اللون النفط، وراها من الماء، وثالثا الحديد. النفط والماء والحديد. السؤال السابع، لماذا تكون كرة السلة أقوى من كرة الطائرة؟ لأن عدد الجزيئات في داخل كرة السلة يكون أكبر فيجعلها أكثر تقارباً، في حين عدد جزيئات داخل كرة الطائرة أقل عدداً فيجعلها أكثر تباعداً وبذلك تكون أضعف. زين 2 تحت أي شروط تكون كثافة المادة عنده قياسها ثابتة؟ أولا عند ثبوت درجة الحرارة، عند ثبوت الضغط المسلط عليها. 3 لماذا لا يمكن قياس الكثافة بصورة مباشرة؟ لأن الكثافة تحتاج أولا إلى قياس مقدار حجم المادة وقياس مقدار كتلة المادة، ويتم قياسها باستعمال أدوات قياس متعددة. 4 لماذا يتم شراء السوائل والغازات وفقا لحجمها؟ لأن قياس حجمها أسهل من قياس كتلتها، وبذلك باستعمال الأوان المدرجة. هاي ماماتي أسئلة فيزياء منهج الجديد أول متوسط الشهر الأول الفصل الأول، وإن شاء الله التوفيق.